السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة زي ما انتم شايفين كده احنا هنبدأ نناقش اللعبة الجديدة اللي هي افنجرز اكاديمي. زي ما انتم شايفين اللعبة عبارة عن الافنجرز بتوع مارفل، كلنا طبعا عارفين الافنجرز، بس هنا جايين بأشكال مختلفة بس بنفس الأسماء. زي ما انتم شايفين كده دي الأكاديمية. طبعا كل بيت في الأكاديمية من دول أنت بتحتاجه عشان خاطر الشخصيات بتاعتك تقدر تنهي التاسكس بتاعتها أو المهمات. يبقى عندك زي لوحة مهمات، دي اللي بتقدر من خلالها تعمل مهمات، وبتقدر من خلالها تجمع الأيتيمات المطلوبة عشان تقدر تفتح شخصيات أكتر في اللعبة. اللعبة زي ما انتم شايفين ممتعة جدا وممتازة جدا، يعني الجرافيك بتاعها جميل. طبعا هي محتاج برضه موبايل قوي شوية، عشان هي زي أغلب الألعاب دلوقتي من الألعاب اللي هي بتسخن الموبايلات، بس هي لعبة ممتازة جدا عن تجربة. زي ما انتم شايفين دي الانفنتوري، زي البنك بتاعك، الحقيبة بتاعتك، هنا البار أو الكلاب، وهنا المعمل بتاع ستارك. طبعا كلنا عارفين مين ستارك. زي ما انتم شايفين دي كلها المهمات اللي هنبدأ ننفذها دلوقتي. هوريكم ازاي تنفذ اي مهمة حابب تنفذها في اللعبة من على لوحة المهمات. من لوحة المهمات بنختار الشخصية، زي هنختار دلوقتي أول شخصية دي، وبيطلب منك مهمة. يقول لك مثلا هنا زي ما هو طلب منك مهمة، يقول لك تيك بريك، تقوم دايس على تاني مثلا، هتختار تيك بريك، تقوم لاس لايت حد الشخصية. انتم شايفين بتبدأ الشخصية تنفذ اللي انت طلبته منها. طبعا كل طلب من الطلبات دي عامل زي لعبة ذا تايم، كل طلب بتطلبه بيبقى ليه وقت، أو أي أكشن بيعمله الشخصية بتبقى ليها وقت معين. طبعا على حسب الأكشن بيبقى الوقت، في أكشنات طبعا بتبقى وقت عالي جدا. وبعد ما تخلص أي تاسك تاخد المهمات بتاعتك كده، تاخد الجوايز. طبعا من خلال الجوايز دي تقدر من خلالها تطور الأكاديمية بتاعتك. طبعا زي ما انتم شايفين كده ده أول اكسباند أنا عملته. كل ما بتطور في الأكاديمية كل ما بيسيب لك أو بيتيح لك إنك تعمل أبجريد للأكاديمية بتاعتك. طبعا زي ما انتم شايفين كل ما بتعمل أبجريد في حاجات كتير جدا بتتفتح. في هالك أهو، هنا دي أسجارد، المدينة بتاع الثور، وفي حاجات جميلة. يعني الناس اللي متابعة سلسلة مارفل هتستمتع جدا جدا باللعبة دي. وده كده بداية تعريفهم باللعبة. وأنا حابب طبعا أشوف ناس كتير معانا هنا في اللعبة، وياريت يعني اللي هيلعب اللعبة دي ياريت يبعتلي على اليوتيوب ويكتبلي في الكومنتات الأكونت بتاعه، بس إن أنا أقدر أضيفه هنا أو أضيفه على برنامج الأومليت أركاد. ده بيبقى برنامج ريكورد على الموبايل، بس هو في نفس الوقت برنامج سبيشال زي برنامج التواصل الاجتماعي، عشان نقدر برضو إيه اللي حابب إن أنا أساعده في اللعبة، أو برضو أنا أحتاج مساعدة من حد أقدر أبعت لحد ولا أي حد يساعدني. See you at the hot tub. See you at the hot tub. Don't defy me. Want to stop for a selfie? Whatever happened to romance? ده الشوب طبعا، اللي بتقدر من خلاله تشتري شخصيات أكتر أو ترقي الشخصيات بتاعتك. من خلاله برضه تقدر تبني بيوت إضافية.
فأنا مش مهتم بالشكل حاليا والترتيب بتاع الفيو بحيث برضو الواحد لسه بيتعلم بعد كده يبدأ يستغل المساحات والكلام ده. Let's get serious or not. Good to know there's at least one competent person on my side. So fierce. How does everyone feel about me making an army of robots? Whatever happened to romance? So fierce.
وكده نكون انتهينا من شرح كده زي مقدمة عن اللعبة دي. أتمنى أن تكونوا عجبتكم اللعبة، وأتمنى أن أشوفكم كلكم في اللعبة هنا معايا، وإن شاء الله نتقابل في شرح تاني جديد بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.